هذا ما قاله هاشم البسطاوي في أول ظهور له بعد خبر اعتزاله. إليكم التفاصيل. فقد قال الممثل المغربي المعتزل هاشم البسطاوي إنه يشعر بالندم الشديد من التصرفات التي كان يقوم بها في كواليس الأعمال الفنية التي شارك فيها، لأنها كانت تحتوي على تجاوزات كثيرة للشريعة الإسلامية وعلى المسلم الحقيقي عدم القيام بها. كما أضاف هاشم البسطاوي في أول ظهور مصور له منذ إعلانه الاعتزال في ماي 2021 أن فكرة اعتزاله للمجال الفني لم تأتي بشكل مفاجئ بالنسبة إليه، وإنما كان يسعى لها منذ فترة كبيرة، إلا أنه كان يؤجلها. كما تابع البسطاوي الذي ظهر في بث مباشر على الفيسبوك مع الداعية حمزة الخالدي أن تبرؤه من أعماله الفنية واعتزاله للمجال الفني لم يكن بسبب إصابته بمرض خطير كما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بسبب عدم رضاه عن علاقته بربه في الفترة التي كان يشتغل فيها بالوسط الفني، وإدراكه للهدف الأساسي الذي وجد الإنسان من أجله في هذه الحياة والمتمثل في عبادة الله وطاعة أحكامه. كما أوضح البسطاوي أن العمل في المجال الفني تصحبه العديد من الممارسات التي تخالف الشريعة الإسلامية، منها الاختلاط والغيبة، مشيرا إلى أن الشاب المحافظ الذي لا يقبل القيام بمجموعة من المعاصي لا يمكنه أن يجد له مكانا في هذا الوسط. كما أشار إلى أن اختياره للصمت طيلة 10 أشهر الأخيرة وعدم تبريره لقرار اعتزاله كان بسبب أنه لم يكن يقوى على الكلام من الناحية النفسية، ولم يكن مستعداً لمواجهة الجمهور لأن توبته كانت بمثابة صفعة قوية بالنسبة له. أما عن موقف عائلته الفنية من قرار اعتزاله، فقد لفت هاشم إلى أن والدته وأخاه الأكبر تقبل اختياره ودعمه نفسياً، مشيراً إلى أنه كان سعيداً بردة فعل الجمهور الإيجابي اتجاهه.